لما يذكر اسم النادي الأهلي يذكر اسمه، هو تلاقيه في القضايا وتلاقيه في المباريات وتلاقيه في أي مناوشات تخص النادي الأهلي. نجم أهلاوي جدا، النهارده مشرفنا في البيت الكبير الفنان الكبير أحمد فهمي. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سام؟ خليكي زي ما انت. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. وانت طيب؟ وانتوا طيبين ومكسرين الدنيا والله، والقناه بشكلها الجديد حاجه تفرح، والبرنامج مكسر الدنيا والله، وليا الشرف ان انا معاكم النهارده. لا انت اللي منورنا بجد في بيتك بقى، خلينا نتكلم بيتك في البيت الكبير، واحنا عارفين. يمكن ان انا كمان في المقدمه قلت ده فنان من الثالثه شمال، يعني ده حقيقي. يعني هو مش مجازا، انا فعلا كنت يعني كنت انا وعمرو فهمي الله يرحمه، الله يرحمه، ومجموعه كبيره يعني موجودين منهم سميح البدوي واخر تامر وناس كتير قوي. كان مكاننا هو تانية يمين، بس التانية يمين بعد التالتة شمال، بعد كده بقى التالتة شمال، بعد صحيح. بعد ما بقى في اي اف سي، بعد كده بقى الاي اف سي ده اتطورت بقت التراس وبقت حاجات لا طبعا. عايز اقول من ما بين قوسين التالتة شمال الناس خلاص بتفهمها انه بيعشق الكيان وبيحب الكيان، وكمان اللي انت قلتيها سهام ان هو غيور جدا على جداً. على النادي الاهلي جدا وعلى الفانيلا الحمراء وتلاقيه في اي قضيه في اي مباراه في اي جدال على السوشيال ميديا. احمد فهمي بنلاقيه في المقدمه، ده حقيقي مش بهزار. انا عايز اعرف السر فعلا لحبك للنادي الاهلي، يعني اتبدات دي القصه دي ازاي؟ بص انا اتولدت في النادي الاهلي، يعني اهلي كلهم اصلا مشتركين في النادي الاهلي واعضاء قدام في النادي الاهلي. ابويا اهلاوي لدرجه الجنون، يعني من واحنا صغيرين بياخدنا الاستاد انا وكريم، ومفيش حاجه اسمها انك يعني هو الاهلي وبس. ما تفكرش في حاجه ثانيه. وسنه مع اللعيبه مع جيلكم كمان اثر فيا كتير قوي، يعني انا برضو حضرت في الاول قبل ما انت تسافر المانيا، انت وحسام وابراهيم اتفرجت على التمرين. انا عندي 39 سنه، فانا مثلا كاس العالم 90 ده كان عندي 9 سنين، فانا حاضر وواعي. تحب طاهر ابو زيد جدا وحضرت برضه. انا فاكر اول ماتش في الاستاد كنا ابويا خدني، كان ماتش الترجي الاهلي والترجي، كان افريقيا وخسرنا ضربات جزاء، وكان كابتن طاهر حط كوره في العارضه وانا قعدت اعيط وانا مروح، لان انا كنت بحبه يعني جدا. اتولدت في النادي الاهلي وبدات اتعلق بشخصيه كابتن صالح جدا جدا، لدرجه ان انا وانا طفل صغير كان استاذ هشام سليم كان بيعمل مسرحيه شارع محمد علي مع شريهان طبعا، وفريق شوقي كمان برضو من، وكان في انتخابات الاهلي. انت عارف الانتخابات يعني بتخلص مثلا 2-3 بالليل بعد الفرز بالظبط بعد الفرز، واعلان صممت على ابويا وامي ان انا ارجع لما عرفت ان صالح سليم كسب، لان انا عرفت في المسرح لانه قالوا عشان هشام سليم، صممت ارجع بس عشان اتفرج على يعني عرفت بعد يعني انت كنت حاضر المسرحيه ورجعت عشان على النادي عشان اتفرج بس. فكنت متعلق جدا بالكيان من وانا صغير، وبدات العب كوره في النادي الاهلي من وانا لا يعني لا بقى لعبت كوره، وهنخش في الكوره، هنخش في الفن بس